بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين أحبائي شباب نادي السينيورز ماري جرجس وأمبر ويس تورونتو نورث يورك. خريستوس أنيستي أليسوس أنيستي في المسيح قام بالحقيقة دي قام. نيجي على حتة تريك خريستوس أفتومف أو بإخريستوس أفتومف فين أم اسمي أفتوم. تعالوا نقولها تاني. إخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي المسيح قام بالحقيقة قام بإخريستوس أفتوم فين أم اسمي أفتوم. تعالوا نقولها تاني ورددوها ورايا. إخريستوس أنيستي إخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي أليسوس أنيستي المسيح قام بالحقيقة قام. كلنا عارفينها. اللي مش عارفينها بنتلخبط فيها كل سنة. بي إخريستوس أفتومف بي إخريستوس أفتومف أجين بي إخريستوس أفتومف خين أو ميث مي أفتومف خين أو ميث مي أفتومف. كل واحد يقولها وراي بي إخريستوس أفتومف خين أو ميث مي أفتومف. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة احنا او امبارح احنا بنحتفل بحد كنيسة بتسميه حد توما او الحد الجديد. وكل ما يجي الحد توما اللي هو اول حد بعد حد القيامة بنفتكر توما ونقعد نقول يا توما غلطان ده انت عملت حاجة غلط جامدة جدا ان انت شكيت وكده وبتاع. وبيني ما بينكم انا وانتم كتير جدا 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 بنشك في ربنا وبنشك في انه اله صالح وبنشك في انه بيتعامل معانا وبنشك انه بيعمل لنا كل حاجة مظبوطة. طيب انا هفاجئكم بحاجة مهمة جدا. انا عايز اشكر توما التلميذ توما الرسول. ليه يا ابونا عايز تشكر؟ عشان شك. ايوه عشان شك. الله طب والشك ده انت عايز تشكره عليه ليه؟ الشك ده فادنا في نقطتين. اولا النقطه الاولانيه شكه ده كان سبب او كان اعلان لقيامه رب المجد يسوع المسيح من الموت. لانه طبعا احنا عارفين ان توما كان مش موجود ساعة القيامة ولما رجع التلاميذ قالوا له ان رب المجد قام قال لا زي وزيكم انا لا يمكن ايه اامن الا لما اشوف لا يمكن اامن الا لما اشوف. المهم فات حوالي 8 ايام بعد كده ورب المجد يسوع جه وظهر للتلاميذ جوه العلية وكانت يقولوا لنا كده الابواب كانت ايه مغلقة مغلقة مش مغلقة مغلقة يعني متربسة كده متربسينها. ظهر ربنا يسوع المسيح. لما ربنا يسوع المسيح بيظهر لتلمذته دايما يقول لهم كلمة جميلة جدا كلنا محتاجينها السلام لكم سلام لكم لأن الله يسوع الله الآب ضابط الكل الله الابن الوحيد الروح الله الروح القدس هو إله وملك سلام فيعطي سلام سلام لكم. فلما لقى توما فرصة التلاميذ قال له تعالى بقى توما تعالى حط إيدك مكان المسامير يا رب أنت مت بس قمت وقمت بجسدي بجسدي هو يعلن لنا القيامة. تعالى حط إيدك في مكان المسامير تعالى حط إيدك في مكان الحرمة. ربنا يسوع المسيح لما قال لتوما كده الكتاب ما يذكرش ان توما حط ايده مكان المسامير ولكن الكتاب يقول لنا توما عمل ايه قال ربي وإلهي وأعلن إيمانه. هل أنا وإنتم السؤال بقى هل أنا وإنتم بنعلن إيماننا سريعا جدا لما يكون ربنا بيتعامل معانا ولا نقول أنا مش قوي كده يعني. تعالوا نفتكر مع بعض
ما هو تعريف الإيمان؟ تعريف الإيمان، تعريف الإيمان هو الثقة، الإيقان بأمور لا ترى، الإيقان بما يرجى والثقة بأمور لا ترى. الإيقان بما يرجى، أنا مترجي خلاصي، أنا مترجي إن أشوفك يا رب وأنت مقام، أنا مترجي شعب بني إسرائيل إن أنت تحفظنا وتسترنا من فرعون اللي كان عايز يسحق شعب ربنا. أنا موقن بأنك أنت تقدر يا رب، والأمور والثقة بأمور لا ترى. إيه الأمور اللي لا ترى؟ يجي موسى يقف يقول له يا رب نعمل إيه؟ ربنا يقول له مد إيدك في البحر، في العصاية في البحر، يتفتح طريق يمين وشمال مية وطريق في النص كده. يبقى ربنا على إيمانك. خدوا بالكم أحبائي، كل مرة ربنا يسوع المسيح لكل المجد عاوز يشفي حد كان بيقول له إيه؟ أتؤمن؟ أتؤمن؟ يقول له نعم يا رب أؤمن، يقول له إيمانك قد شفاك. أحبائي، يتقال عن الإيمان الإيمان الذي بدونه لا يمكن إرضائه. من غير الإيمان بربنا يسوع المسيح إن هو قادر على كل شيء، إن هو ضابط الكل، إن هو يصنع كل صلاح، إن هو بار طويل الأناة كثير الرحمة لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيي، إنه هكذا أحب الله العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. كل ده لو أنا مؤمن بيه، ربنا يسوع المسيح هيبقى يدينا الحياة الأبدية. هنرجع تاني لموضوع الشكر. أنا بشكر توما، بشكر توما لأنه نمبر وان، نمرة واحد، أعلن لنا على لسان رب المجد يسوع المسيح القيامة وثبت حدث القيامة. الحاجة التانية إن هو من إحنا كده في السكة كده، ربنا طوبنا قال له لأنك رأيت آمنت، ولكن طوبى للذين آمنوا حضرتكم وأنا معاكم إذا سمحتولي، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. إذا توما كان السبب في تطويب رب المجد يسوع لينا ولأنه أعلن لنا القيامة. أشكرك يا توما. أحبائي، الإيمان الذي بدونه لا يمكن إرضائه، الإيمان الذي أخرج موسى وشعب بني إسرائيل من أرض مصر بيد عزيزة وذراع قوية، بالإيمان، إيمان موسى، الإيمان الذي أنقذ الثلاث فتية القديسين من أتون النار. مش إن هم مثلا ما دخلوش الأتون، لا 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 لا، ده دخلوا الأتون وبإيمانهم الله نزل ووقف وسطهم وحول الأتون ندى بارد، حول الأتون ندى بارد عليهم. ومش كده بس، الله ظهر جوه الأتون برابع شبيه بابن الإله. الإيمان الذي به دخل يونان جوف الحوت. هتقولوا لي ده يونان ده زوغ من ربنا وبتاع، ولكن أنا بجد وحضراتكم معايا تجدوا أنه يونان في بطن الحوت صلى، صلى قال له إيه؟ أشكرك يا رب لأنك سمعت لي. سمعت لي إيه؟ وأنت خرجت من بطن الحوت يا يونان؟ لا لا لا، ما خرجتش ولا حاجة، أنا موجود جوه بطن الحوت، بس أنا مؤمن الإيقان
بما يرجى والثقة بأمور لا ترى. أنت ما شفتش خلاصك، ما شفتش خروجك من بطن الحوت، ولكن أنا مؤمن بأن ربنا ينجيني ويخرجني من بطن الحوت. أنا مؤمن جدا كدانيال أنه حتى لو دخلت في جب الأسود، أسود جعانة جدا وسايبينها مدة كبيرة ما أكلتش، هتشوف شخص إنسان قدامها هوب هتفترسه، يجي دانيال يخش جب الأسود وبإيمانه الله يرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود لكي لا تبتدع دانيال. أحبائي، الإيمان الذي بدونه لا يمكن إرضاءه. طيب تعالوا أقول لكم حاجة تانية جميلة خالص قالها لنا الآباء ومكتوبة في الكتب. ربنا يسوع المسيح لما اختار تلامذته اختار، يقول لنا ربنا كده، اختار الله جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، المصدرة وغير الموجود، الناس اللي هم على قدهم خالص خالص خالص، مش كده وبس، اختار واحد سلم يهودا، اختار واحد أنكر بطرس، اختار واحد شك. ثلاثة من تلامذة ربنا يسوع المسيح، والآباء يقولوا لنا كده، الثلاثة دول حضروا مع المعجزات وحضروا مع إقامة الأموات وحضروا إخراج الشياطين، ويمكن نفسهم هم نفسهم أخرجوا الشياطين، ولكن مش عشان ربنا أخطأ في الاختيار، لا 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 لا، في رسالة في الموضوع ده. ربنا عايز يقول لنا أنه من ضمن خواصه الناس الخاصين جدا بيه، ممكن أن واحد يخطئ وينكر، وممكن واحد يشك، وممكن واحد يسلم، بس النقطة في إيه؟ اللي أخطأ وشك يقول لنا عنه كده الكتاب، معلمنا بطرس خرج وبكى بكاء مرا توبة. اللي شك في قيامة ربنا يسوع المسيح، معلمنا توما الرسول أول ما شاف ربنا بجلال مجده في قيامته وبعد قيامته أعلن إيمانه وقال ربي وإلهي من غير ما يحط صوابعه. ولكن الأخير الثالث اللي هو سلم سيده لأنه لم يقدم توبة ولم يبكي ولم يعلن إيمانه، بل تصور أن خطيته لن تغتفر، فهذا هلك وكرسيه أخذ وأخذ. سو ربنا من هنا عايز يقدم لنا رسالة واضحة جدا وقوية. أحبائي، مهما كانت إيمانياتك ممكن في وقت من الأوقات تضعف، يقول لنا الكتاب في العهد القديم كده، لأن فكر الإنسان مائل للشر منذ الصباح، ممكن الواحد يضعف، ولكن أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لما بأعلن إيماني وتمسكي بي. مجرد ما رجعت لربنا وقلت له يا رب أخطأت إليك في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، الله قبلني وجعلني في مرتبتي كما كنت، زي ما رجع بطرس لمرتبته، زي ما رجع توما لمرتبته، زي ما من أجل أنه يهوذا ما قدرش يستحمل غلطته وشنق نفسه، بس ربنا ما كانش في إيده يعمل حاجة، الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك، لازم تكون مؤمن، لازم تكون عايش في ربنا يسوع المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. بحد توما، الحد الأول بعد القيامة، الحد الجديد، وحد توما يعتبر من الأعياد السيدية الصغرى. ربنا يبارك فيكم، حياتكم، ولادكم، أحفادكم، لإلهنا كل مجدنا الآن وإلى الأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. هنسمع ترنيمة وبعدين نرجع نصلي مع بعض، ونشوفكم إن شاء الله بعد كده يوم الاثنين الجاي الساعة 11 في معادنا.
ربنا يبارك حياتكم، نسمع ترنيمة ونرجع نصلي مع بعض. سلام المسيح.